ترسيم الحدود البحرية مع البلدين. إن فرنسا تحيي هذه الاتفاقية التاريخية أو الاتفاق التاريخي الذي كما تعرفون مارسنا بقوة إلى جانب الأمريكيين مع الإدارة الأمريكية، وقد تم عقد هذا الاتفاق ويجب الآن توقيعه والإنهاء وبعد تطبيقه ووضعه في التنفيذ، فيكون لمصلحة البلدين وهو إشارة أساسية لاستقرار وازدهار المنطقة، وهو اتفاق يبرهن إذا كان ذلك ضروري أن الحوار يحمل دائما ثماره، وأيضا وهذه رسالة أحملها لكم اليوم أن السلطات اللبنانية قادرة على اتخاذ مشتركة القرارات اللازمة التي تفرض أنفسها. بالتأكيد هذا الاتفاق لا يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية، والأولوية بالتأكيد على هذه النقطة هي تطبيق الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي المنصرم، وذلك هو الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين من القطاع الخاص وللإتيان لهذا البلد بالتمويل الذي يحتاجه لمواجهة تدهور الخدمات العامة ولقيادة والقيام بالإصلاحات الضرورية لنظامه الاقتصادي والمالي. هذا هو الخيار الوحيد لإعادة إطلاق نشاطات وعمل المؤسسات. لم يكن من الطبيعي أو من المقبول أن يستمر الشعب اللبناني على تحمل عواقب أزمة من عدة أوجه ليس مسؤول عنها. إذن المجتمع الدولي هنا، فرنسا هنا، وهي تدعم الشعب اللبناني، وكل أصدقاء لبنان سيساعدونه طالما هو سيساعد نفسه. بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت، ذكرت أيضا أن الشعب اللبناني ينتظر العدالة وأنه على السلطة القضائية أن تتابع عملها في التحقيق بمنأى من أي تأثيرات سياسية. وأخيرا جئت هنا لكي أحيي أيضا وأدعم من هم في لبنان ضد أي مسائل وعواقب يحملهم فقط مصلحة بلدهم الذين هم متعلقون به كثيرا، يساعدون مواطنيهم، وهذا هو بالتأكيد معنى وروح الدعم الذي نقدمه. نحن أصدقاؤكم وسنتابعه بدون أي استثناء، وبشكل خاص الدعم الذي نوفره إلى قطاع التربية والصحة في لبنان. وهذا كان أيضا هدف سيارة قمت بها منذ لحظات إلى شبان من الصليب الأحمر اللبناني متطوعين يعوضون عن غياب الخدمات العامة ويقومون بما يستطيعونه من نفسهم ويقومون بهذا العالم عمل العظيم الذي أردت أن ألقي التحية إليه. إذن نحن إن فرنسا تقف إلى جانب كل هؤلاء اللبنانيين دائما بالروح وبالوسائل. هذا هو معنى الزيارة التي أردت أن أقوم بها والرسالة التي أردت أن أقولها إليكم بعد أن نقلتها أمام سلطاتكم. أشكركم وأنا مستعدة لتلقي سؤالين أو ثلاثة أسئلة إذا أردتم. لقد لعبتم دور كبير في موضوع الترسيم البحري مع إسرائيل ولبنان، بشكل خاص مع توتال. الآن ما هي المهلة الزمنية للقيام بالاستثمار والاستخراج النفطي؟ متى ستبدأ توتال بعملها؟ توتال هي مؤسسة خاصة حتى لو كانت مؤسسة فرنسية. إذن شكرا أنك حددت الدور الذي لعبته فرنسا لدعم للجهود الوسيط الأمريكي التي كانت الجهود ضمن الفترة الزمنية ضرورية ووصلت إلى نتيجة جيدة. يجب الانتهاء من كل الخطوات لازمة لهذا الاتفاق، لم ينتهي بعد وافق عليه البلدين، وهي خطوة كبيرة وخطوة تاريخية وقد بمستويات كثيرة وقد ذكرتها. يجب الانتهاء من تقديم الأوراق والقيام بكل الإجراءات، وبعد الانتهاء من ذلك فإن الشركات المختلفة المعنية تستطيع أن تبدأ عملها للقيام بالاستخراج والاستثمار الذي نأمل أن يحصل. Bonjour madame. Oui.